ما مدى قدرة الفكر العماني المتمثل في المدرسة الإباضية في استيعاب المدارس المتنوعة في هذا العالم الإسلامي؟ ما هي الأسس والمبادئ التي انطلقوا منها؟ أولا قبل كل شيء، نحن يجب علينا أن نحرص دائما على الكلمة السواء التي تلم هذا الشعب وترعب سطع جدار الأمة وتعيد إلى الأمة الوحدة والأنسنة. نحن نرى أن هذا الفكر دائما فكر تسامح، فكر يستند إلى الدليل قبل كل شيء ويجعل الدليل فوق كل الاعتبارات، ولا تناظر في كتاب الله ولا كلام المصطفى الأواهي معناه لا تجعل له نظيرا ولو يكون عالما خبيرا. قد نجد عند الآخرين ما لا يتفق مع هذا السياق. نحن وجدنا من يقول بأنه يجب على الناس جميعا أن يقلدوا عددا معينا من الأئمة، ومن لم يقلده فهو ضال مضل ويخشى عليه في الكفر ولو أنه وافق ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة. كلام في منتهى السخف لا يقبله عاقل، ونحن نرمى بأي أحد من أمة الإسلام أن يقبل مثل هذا الكلام. بالنسبة إلى علمائنا، وجدنا أيضا التسامح عندهم بأن الأصول التي تجمع هي كافية لأن تمد جسور الأخوة بين أمة الإسلام. الإمام السلمي رحمه الله تعالى يقول: ونحن لا نطالب العبادة فوق شهادتيهم واعتقادات، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا، إلا إذا ما أظهروا ضلالا واعتقدوا في دينهم محالا قمنا نبين الصواب لهم ونحسب من ذلك من حقهم. فما رأيته من التحرير في كتب التوحيد والتقرير حل مسائل ورد شبه، جاء بها من ضل للمنتبه، قمنا نردها ونرد الحق بجهدنا كي لا يضل الخلق. أولا قبل كل شيء تجد نبرة الإنصاف في أن القاسم المشترك يكفي. عندما يكون هناك التقاء على جملتي التوحيد فذلك كافي، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا، نقوم جميع حقوق الأخوة الإسلامية بمجرد أن يأتي أحد بالجملتين. اللهم إلا إذا نقض هذا المقال، جملة التوحيد تقتضي الإيمان باليوم الآخر. لو نقض الإنسان الإيمان باليوم الآخر وادعى أنه لا جنة أو لا نار أو لا جزاء على خير أو لا جزاء، هذا مما ينقض المقال، هو في منتهى المحال. ولكن عندما تكون تفسيرات جملة التوحيد منسجمة مع جملة التوحيد بحيث لا يعاكس الإنسان مقتضى هذه الجملة، فإن نفس الإتيان بالجملة مما يمد جسور الأخوة ما بين المسلم والمسلم، ويجب على كل الطرفين أن يحترم الطرف الآخر وأن يقدر له وأن يعينه وأن يناصره وأن يشد من أزره وأن لا يخذله بحال. المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يخذله ولا يحقره، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحمد لله، بهذا الخير العظيم تتحد الأمة.